بون تعلم البغدادي محمودي انا وصار نزاع في الاختصاص وقع تطبيق الفصل 20 تاع دستور الصغير اللي هي كان فما نزاع ما ينجم يرفع النزاع هذايا الا الطرف اللي حب يرفعه دونك احرص الاطراف وبالنظر اللي رئيس الحكومه هو اللي قرر التسليم من معناه راى انه ما فماش مسرحيات هو رئيس الجمهوريه لذا رفع النزاع الاختصاصي الى مجلس التاسيسي والمجلس التاسيسي عنده هو صلاحيه الفصل بينهما لكن بعد طلب استشاره الجلسه العامه الاستشاريه بالمحكمه الاداريه بعثنا احنا الملف وفيه رؤيه من جانب واحد دونك المجلس التاسيسي هو الذي احال انا الاجراءات تو نحكي لك دونك كارتاج بعثت لباردو وباردو بعثت المحكمه الاداريه المحكمه الاداريه اش عندنا في الملف عندنا رؤيه من جانب واحد رؤيه رئيس الجمهوريه دونك ابسط الاشياء كونه ناخذ الراي الاخر ما خاطر فما نزاع ما بين القصبه وكارتاج بعثنا في وسط الصيف طلبنا راي سي معناها رئيس الحكومه بعث لنا في اخر اوت سدوات ديبي سبتمبر الراي نتاعو التأمنا في 8 اكتوبر 8 اكتوبر وقررنا ما قررناه بون التوا اش قررتوا؟ قررنا لا ما انا باش نقول لك توا باهي باش نقول لك باش نقول لك انا باش اهم هي اللي زونجو اللي شكال توا اللي صار قررنا ما قررناه في 8 اكتوبر جلسه عامه استشاريه اللي فيها ولوجيكمون ما عندي حتى معلومه من الرئيسه الاولى لوجيكمون هي تحيل في اجال معقوله رايها للرئيس المجلس التاسيسي الاشكال توا حاجتين يخرج من المحكمه ومشى الباردو لوجيكمون رئيس المجلس التاسيسي il doit le dévoiler jusque là il l'a pas fait donc فما زوج حاجات نوليو لهنا يا اما de façon intentionnelle ما حبش يقول عليه يكون فما حراس سياسي والا ما جاش باش نعرفوا شكون معناتها عنده الاحقيه يا القصبه يا ما قلت لك تهاني قلت لك توا الامور كلها مدردره راهو الكل مدردره انا لن نجم والامكانيه الثانيه اللي هو الراي مازال ما خرجش من المحكمه الاداريه وسي با نورمال يلزمه يخرج اش وليت توا بالنسبه لاي قاضي ولا سيرتو في الهيئه الجلسه العامه الاستشاريه منهم انا كان ما نتكلمش وما نقولش ايش قلنا قاعد نلقى في حرج حتى مع عند الناس ومش بس انا معناها سريت مفاوضه كان ما نتكلمش يا ويح جو سوي جيني ميم معناها جي اون دو موا ميم دو نو با دير سكي سي باسي واذا كان نقول نولي معناها برا سيدي انا نقص مشاكل نولي عملت خطا مع تاديبي خرق واجب التحفظ وكسيتيرا وكسيتيرا دونك وحلنا وسيرتو انا جو بوز لا كيستيون بوركوا الى بري تون دو تان بور اتر بوبليي اي ديكلاري ديكلاري اون دو دير لا ديسيجن و بوبلي الراي باش نعرفوا التركيبه معناها التمشي القانوني جو بوز لا كيستيون دو تون بلوس اللي توا خرج التسريبات على ما الناس الكل يعرفوا اللي القرار معناها صدر تاع المحكمه الاداريه في 8 اكتوبر وصار التسريبات حتى المائل نتاعو اللهم يكون اللي معناها اللي هو معناتها السيد المرزوقي هو اللي كان عنده الاحقيه معناتها باش توقع الاكستراديسيون ولا ما توقعش الاكستراديسيون تاع محمود اللهم ودون معناها ادراجي من قبلك يا سيدتي اقول كونه يمكن يكون ما قررناه محرج لبعض الاطراف السياسيه المتغوله ايش نحب نقول لك انا فما بروبليم دو ترونسبارونس لهنا اذا كان يطلع الصلاحيه ترجع للجبالي نابا دو بروبليم حسب الدستور الصغير لكن الاشكال هي كانت تطرح الامكانيه الثانيه الفرضيه الثانيه خاطر نلعبوا كل برومو سبور تو واذا كانت على الفرضيه للصلاحيه لرئيس الجمهوريه يسوبوز ان بروبليم وقتها سا ديفيان تري تري غراف دون لو سونس اللي رئيس الجمهوريه ديجا ما عنده حتى صلاحيات مقشقش يزيد معناها يوري رئيس الحكومه تفتف له الجزء الضئيل اللي عنده الى سي تري غراف فهمتني ولا سي غراف في الملف هذا وسي غراف دو فاسون بريمونيتوار فما نوع من التنبؤ لما سيحدث لاحقا اللي فيها تجاذبات سياسيه برشا وانا نخاف القضاء قاعد يتوظف مره اخرى خاطر تمشي بالريغله لوجيكمون دون لي ريغل دو لار في اجل معقول يخرج الراي ولي بيبليي قداش قانونيا قداش يلزمو يخرج ما فهم اخزر لي عندنا مبدا قانوني نحن عملناه في المحكمه الاداريه كيف عندك نص في اجل يقيدك ذلك الاجل فماشي اجل
On a imposé le principe général du délai raisonnable. Or, deux mois pour faire, presque deux mois pour faire un avis, où les amener les mettre l'eau, là, à Hadrneh, le Mouswad. Mais c'est pas normal. C'est pas normal.